السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عاملة ايه؟ أهلا وسهلا بحضرتك، يا أهلا وسهلا. نبدأ الويبينار. أنا معاكم شيرين النهاردة، I facilitate our webinars، ومبسوطة إن أنا معاكم النهاردة في السيشن مع الدكتورة. اتفضلي يا دكتورة، عرفينا من نفسك. أنا اسمي نهاد الليثي، بشتغل في الإيديوكيشن for more than 20 years. So proud إني graduate from Cal University. I have two BAs، واحدة from Faculty of Commerce، واحدة from Faculty of Arts English Literature. ومن هنا بتكلم من two backgrounds، من background educational و other part which is managerial or business background. PhD بتاعتي mainly في quality management، و proud برضو to mention إن أنا I used to be a teacher of English، و that's why بتكلم down to earth من inside the classroom مش من الديسك بس كده، والباقي مكتوب بقى. وthank you so much أهلا and بك. you you are allowing me. أهلا بحضرتك، thank you so much and you are allowing me this opportunity today. إن لا احنا إحنا مسرورين بك يا دكتوره، يعني ما شاء الله انت عندك خبره في الانجليش وفي التيتشنج وان ال بي كمان وكواليتي، فما شاء الله ذاتس اميزنج، يعني حاجه تشرفنا ان حضرتك تبقي معانا النهارده يا دكتوره. اهلا بيكي دكتور نهاد. Thank you مستر شيرين، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السامعين طيبين، ويا رب يا رب يا رب سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. بإذن الله تعالى، بإذن الله. طيب نبدأ. عادة احنا بنشوف الشركات بتعلم ناسها ازاي، بتغير ازاي، ادابت ترانسفورميشن ازاي. اوكي، دي صورة كاسل انا دايما بحب استخدمها. انت بتجيب اولد كاسل ترسم عليها جرافيتي والوان، هي ستيل قلعة قديمة لم تتغير، تمام؟ هي هتفضل القلعة القديمة. انت النهاردة بتتكلم في تحول رقمي، في تغير. ما ينفعش ان احنا نفكر في التحول الرقمي ان هو مجرد حاجة هعملها زيادة over and above. it's a transformation، تحول زي ما بتتحول كده اليرقة الى فراشة، حاجة مختلفة تماما، دورة حياة كاملة. ففكرة ان المؤسسات والشركات مجرد بس بتعمل اي كده زي ما بيقولوا كده cosmetics للي عندها وتقول لك انا كده عملت تحول رقمي، لا، الموضوع بعيد. وعشان كده احنا استضفنا الدكتوره النهارده، احنا عايزين نتكلم مع بعض ونتعلم منها. اوكي، اتفضلي يا دكتور. حابة أقدم صديقي الروبوت، لأنه it's not only my presentation as long as إحنا we are talking about AI artificial intelligence، وهو معانا دلوقتي to take notes like an assistant. ف I'd love، معلش هو هيك ممكن بس ما ننقلش السلايد قبل ما خلاص. أنا I do like to present ال co-pilot على ال البريفيوس سلايد بعد اذن حضرتك. هو اللوجو اللي على، مش عارفه كده، اليمين بتاعي انا از ذا لوجو اوف ذا كو بايلوت. انا مش عملت البرزنتيشن دي لوحدي، انا اي جوت الاسيستنس اوف الكو بايلوت اوفر ذا واي لونج علشان نجات الاوتبوت اللي حضراتكم هتكونوا شايفينه دلوقتي. فوانا ماشيه بقول البرزنتيشن، هقول ايه الستبس اللي انا عملتها to get الاسيستنس بتاعة الكوبايلوت. كان يموت بقى ولا حضرتك هتديني انا الاكسس تو move the slides؟ زي ما تحبي يا دكتور، حضرتك ممكن تشيري او انا ممكن اشير، يعني as you like. اوكي خلاص، it's fine. طيب اوكي، as usual I'd like always to start any presentation with a very short story. As I'm a great believer in the stories دي especially the Arab people بتبقى very interesting وبت grab their attention. ف I thought I searched a lot علشان I get a story to get ال idea بتاعت ال AI near و dear to the audience. والصراحة ما لقيتش، يعني من الستوري اللي حصلت لي
other indicators من نوفمبر 2022. يعني I can recall الجاذرينج بتاعي أنا و some educators كده في رأس السنة اللي فاتت، وإحنا بنتكلم على إن في حاجة طلعت اسمها تشات جي بي تي، وهي literally كده كنا بنقول حاجة ومين اللي معاه أبل فون ومين اللي معاه سامسونج، و can you access التشات جي بي تي ولا you cannot. حاجة as simple as this، وهو يعني كده more or less like Google. ده كان في نوفمبر 2022. كان very impressive ان ال conversations in 10 days بس من اللونج بتاع الشات جي بي تي توصل ل 10 مليون conversations. طيب حصل خير برضه in 10 days، بعد كده in a month نلاقي ان احنا بنوصل ل 100 مليون conversations. طب يا جماعة الرقم ده يعني unprecedented زي ما بيقولوا. جينا في جانوري 2023 لقينا announcement ان شركة مايكروسوفت بتزود الانفستمنت بتاعتها في شركة اوبن اي اي، الشركة اللي هي عملت already release للتشات جي بي تي. طيب يبقى دلوقتي بقت مايكروسوفت بارت او بارتنر thinking، لو انا فاكره الرقم صح 49% في جانوري 2023. وانا يوجوالي لما بسمع ان مايكروسوفت دخلت في حته او ابل دخلت في حته this gets كده my attention، لان هم بيبقوا عارفين رايحين فين، ف accordingly ده بي pave the way لينا احنا نبص الدنيا رايحه فين. وحوالي حضراتكم من جانوري 2023 لنوفمبر 2023 in a couple of minutes ايه اللي حصل؟ بس قبل ما نروح للي حصل حابه احكي لكم على اخر حاجه حصلت بقى، كانت مشكله كبيره وحدوته كبيره والناس كلها بتتكلم والناس كلها بتكتب على اللي حصل في نوفمبر 2023. في نوفمبر 2023 حصل اناونسمنت ان سام التمان ده السي اي او بتاع شركه اوبن اي اي اللي انا بقول تاني اللي هي عملت الريليس للتشات جي بي تي، بيقولوا ان الراجل ده كان فايرد البورد اوف دايركتورز، فايرد الشخص اللي طلع لنا تشات جي بي تي واللي عمل السلايدز 2 3 سلايدز اللي انا هوريهم لكم دلوقتي. طيب هم they fired the CEO بتاع الكومباني in less than 8، يعني الراجل ما كملش، يعني هم عملوا اللونش في نوفمبر 2022، in نوفمبر 2023 بيعملوا فايرنج. طيب الراجل كان فايرد in برضه couple of days، انا ما بتكلمش دلوقتي للاسف التايم يونت بتاعنا هو ايام، مفيش شهور مفيش سنين. مايكروسوفت طيب هتاخد سام التمان يشتغل عندها بعد كده؟ لا، ده الامبلويز اللي موجودين جوه اوبن اي اي عاملين ريفولوشن وهم دي ار اسكينج تو جيت سام التمان باك. سام التمان رجع تاني للشركه رغما عن البورد with no clear reasons for anyone reading او anyone listening هو ليه ساب وهو ازاي رجع، وهل ده من المانجيريال بوينت فيو اللي احنا بنذاكرها او بنقراها في الكتب هو الطبيعي ان الناس تعمل ايفولوشن وترجع شخص للبورد؟ دي كانت الحدوته اللي احنا عايشينها في سنه من سنين عمرنا. طيب احنا بنتكلم على اختراع اسمه تشات جي بي تي بيسبريد اسرع من التيك توك ومن الانستجرام ومن كل الحاجات اللي طلعت، يعني حاله من السبريد اسرع من ما احنا نفكر. انا بقول كده ليه؟ بطبعي انا كشخص ما بحبش دايما اخد الريسك بدري بدري، لما بسمع عن حاجه جديده بحب استنى كده شويه اشوف ايه اللي حاصل وبعد كده اخد ستاب فورورد اجربها، بس يعني ما بقاش انا اول واحده اجرب، اسيب الناس كده يعني تشوف الواي اخباره ايه وبعد كده احنا ناخد السكند ستاب. الحقيقه الارقام والوقت ما خلانيش ارجع ابقى نفس الستيت بتاعتي ان انا استنى اشوف. معلش ممكن نموف اون. كنا بنقرا ايه؟ انا دايما ام افان اوف الناس اللي بتعمل خطوات جامده في المجتمع، نشوف هما بيقولوا ايه لان هي بتبقى ليرنت لسنز. يعني فاكره طول عمري من وانا صغيره بشوف ستيف جوبز والكلام اللي بيكتبه واشوف بيل جيتس والكلام اللي بيكتبه، واخده كده يعني لايك a جايد in our way. لقينا ايلون ماسك في الاول كان شغال مع الناس بتوع تشات جي بي تي وسابهم، وهي اناونست وقال انه هو ممكن يبقى something very great would be very terrible but what is sure
ان هو وي ويل نوت بي كنترولبل، احنا وي ويل نوت بي ايبل تو كنترول ات. بصراحه وي ويل نوت كنترول ات دي بالنسبه لي كويستشن مارك، يعني مش فاهمه الانونسمنت، يعني يو ار انونسينج ان في حاجه حاصله واحنا وي كانوت كنترول، طب وي كانوت كنترول وات اكزاكتلي؟ بعد كده وراها بيقول ان الماشين انتليجنس هو اللاست انفنشن، لاست انفنشن يعني خلاص مثلا يا اما هتقوم علينا فمش هعمل انفنشنز ثانيه. طيب اوكي، طيب احنا محتاجين نعمل ايه مع اللاست انفنشن ده؟ محتاجين تو ليرن هاو تو افويد ريسكس، يعني معنى كده ان الانفنشن موجود ومش كنترولبل واحنا مش هنشتغل عشان نعمل فيه حاجه، ده احنا بنشتغل عشان نافويد ريسكس. كمل بليز، موف انذر سلايد. طيب سام ألتمان الكلام برضو اللي قاله كان بيوقفني جدا، ان الـ AI ده is leading تاني to the end of the world، تاني يوم القيامة جاي علينا بدري بدري. مش عارفة هما ليه ناس بتطلع أصلا اختراع وعمال يسبريد بسرعة جدا جدا جدا، وكل الـ announcement بتقول إن إحنا خلاص في الـ end of the world وإن إحنا we cannot control it. مش فاهمة هما ليه بيكتبوا كده، وأنا المفروض آخد ده apply عشان أعمل إيه. وبرضه بيتكلم تاني عن الريسك، بس هو هيز ديفايننج ليترالي الريسك في الكومبتنس، يعني if we are not competent احنا we are in risk، بغض النظر بقى ان الاختراع ده هيقوم قيامة علينا او مش هيقومها، احنا we are in risk. وبيقول ان لو ما كانتش الجولز بتاعت الشات جي بي تي دي aligned مع الجولز اللي احنا عايزينها، احنا هنكون في ترابل. طيب يا ترى مين اللي هيحط الجولز للاي اي ده؟ يعني هي عشان خاطر احنا نطمن ان احنا الجولز دي ار الايند معانا. اخر بقى دينجرس كوتس كده هحب اشاركها مع حضراتكم، ومعلش اعذروني في ان انا بطول في اني اعرض الكلام اللي اتقال اول 12، لان انا ام سيتنج الكونتكست بتاع المشهد اللي احنا فيه. بغض النظر عن ان التمان ده من ساعه ما طلع الجنريتيف اي اي ده هو بيحكي انه الناس هتقعد في بيوتها وهو هيقوم بالجوب، يعني مش عايز اتطرق لحاجه زي كده لان حاجه زي كده هيبقى استخراج بعقولنا، لان احنا ما فيش مكان هتحل محل البني ادمين بيوم الدين ده، يعني انا متاكده من ده. مهما هم عملوا ومهما هم عملوا، الهيومن بينج اللي خلقه ربنا ان شاء الله ان شاء الله هيحكم في الارض ليوم الساعه. لكن قال ان هو if I had to pick a human or an AI to read my scan هو he would pick an AI. طيب يا مستر التمان، دي الحكم اللي احنا بناخدها من حضرتك، ان احنا خلاص we are led to the end of the world، وان حضرتك as a person leading دلوقتي في الاله اللي احنا فيها، حضرتك هتختار الـ AI عن الـ human being، يعني this means ان حضرتك شايف ان الـ AI is better for you than الـ human being. طيب thank you. وكمان بيقول ان هو مش فارق معاه يبقى معاه a lot of users، هو يكفيه يشتغل بـ few users who love البرودكت بتاعه، مش محتاج علاقة بالمصرف. طبعا this is يعني في البيزنس فيلد ال 80 20 رول او ال 90 10 رول، فالراجل ده فاهم هو بيقول ايه. هو عايز يعني شويه من الناس بليفرز في اللي هو بيعمله، وهو هي ويل بي كيبل ان هو يحكم الدنيا او يكونترول الدنيا بالفاري بيبل اللي هم ويل بي الفانز او لاف بتوع البرودكت بتاعه. وقال كمان معلش كان بيموف انذر سلايد، كان بيموف انذر سلايد بليز. يس، تاني انذر نوت كده اتقالت، بس دي ده ما كانش سام التمان، ده اللي قالها ايلون ماسك. قال ان لو الاي اي ده عنده جول والهيومانيتي موجودة just happens in the way، هو الـ AI هيدستروي الهيومانيتي، يعني هو مش فاهم ان هو this is يعني restricted area that ان هو it should stop at، هيدستروي الهيومانيتي علشان يأتشيف الجول، الجول اللي هو لو ما كانش aligned مع our goals هيجت us in trouble. والميتافور الحقيقه اللي هو استخدمها كانت قويه جدا. If we are building a road and an ant hill just happens to be in the way, we don't hate ants، بس احنا
we will destroy an anthill. فيعني احنا دلوقتي we are compared to the anthill on the way. Let me move to the other announcement. اللي كانت بتقول ان روبوتس will do everything better than us. مش هو مش متأكد ازاي، بس هو شايف ان هي it's scary. يعني ان الدنيا احنا رايحين ل scary problem، مش normal problem to solve. it's scary، حاجة هتخوفنا. طيب شكرا. كان عنده كمان concern انه ده هيأثر على السلامة بتاعة الناس وال purposes بتاعة الناس بتوع الـ AI. فالطالب بيطالب الحكومات وبيطالب الـ organizations ان احنا نكونترول ده in a way، او نعمل عليهم oversight، نحط regulations، نعمل researches، نشوف الدنيا ماشية ازاي علشان نتأكد ان احنا we are safe. طيب ماشي. الموضوع الكلام اللي بيتكتب مش motivational. I used to read motivational يعني quotes، I used to read motivational quotes من الناس الكبار في العالم اللي بيطلعوا حاجات كبيرة. الثوتس هنا كانت بالنسبة لي very triggering، مش عارفة ليه، أنا مش حاسة ليه اللي بيتكتب مش motivational، ليه دايماً مخلينا في scary mood كده. التون اللي بيتسب is too scary، يعني بيخليكي very curious هما بيعملوا إيه أو بيعملوا كده ليه. Over a year of experience من using الحاجات اللي عمالة تطلع اللي حواليها لكم دلوقتي، this is my very very personal experience, my opinion. Along the way أنا شايفة أكبر خطر we could face right now، حالا دلوقتي، إنه إحنا مش بنلحق نفهم، لأن هما they are taking us in a very very fast pace to conclude. فعلشان أنا conclude بدري قوي كده مش ببقى that much analytical، مش ببقى that much wise، لأن مش واخدة enough time to comprehend. ما عنديش deep understanding, deep comprehension in order to get the outcome. ف I'm just calling الناس تاخد بالها من ال pace و make sure إن هم they do have deep comprehension. طيب أنا ما أعرفش ليه السلايد دي طالعة that black، بس السلايد دي أنا حاطة فيها ال evolution بتاع ال chat GPT من نوفمبر 2022 من ساعة ما طلع up till الوقت اللي إحنا فيه ده. سامحوني، واضح ان الكالر بتاع الفونت ما كانش مناسب، بس هو في نوفمبر حصل الريليس، على طول في فبراير بدأنا يعمل ريليس ل مور ادفانسد تشات جي بي تي، which is تشات جي بي تي بلس. في فبراير احنا وير موفينج ان مايكروسوفت داخله، فمعانا بينج، عنده بينج تشات. بينج ده اللي هو الاكسبلورر بتاع مايكروسوفت. بعد كده في مارتش بيعملوا تاني اناونسمنت للتشات جي بي تي اي بي اي، وراها في مارتش 14 الجي بي تي 4، وراها في مارتش تاني الانثروبيك كلود او اللونش ليه، في مارتش تاني الاوتج بتاع، يعني الاوتج بتاع الشات جي بي تي. يعني this is an event في مارتش، كأن الكهرباء قطعت او المايه قطعت. احنا من نوفمبر لمارتش بقينا لما في اوت يبقى في اوتج للشات جي بي تي، it is an event ان العالم كله بيتكلم عنه. يعني يعني الشيء ده اخذ مكانه في حياه الناس، انه لما يكون في اوتج احنا عندنا مشكله، accordingly احنا we are looking for alternatives. بعد كده جوجل بدأ يرد على مايكروسوفت ويلونش البارت، وفي مارتش كل ده بيحصل حوالينا. في مارتش ظهر الشات جي بي تي بلجن سبورت، وفي مارتش برضو أعلنت إيطالي بانينج للشات جي بي تي. دي برضو is a question mark. إيطالي بتوقف الشات جي بي تي for some reasons، إن هو شايفين فيه some harness بيوصل للناس، وبسبب الداتا اللي تشات جي بي تي بيحلها. احنا دلوقتي من نوفمبر 22 لمارتش 31. عايزه اقول لحضراتكم ان انا I tried to collect the data دي in one slide،
وانا بحطها ما عرفتش، وانا كل ده لسه ما خلصتش 6 شهور اصلا. خلص مارتش، دخلنا في ابريل، بداوا يحطوا الشات جي بي تي 4 ده with براوزنج، يعني وانا بعمل بفتح البراوزر كده هيظهر لي الشات جي بي تي 4. وبعد كده في 25th of April بدأوا يعملوا تشات جي بي تي داتا كنترولز، هنحكي شوية عن الحاجات دي. وبعدين في أبريل، يعني من مارتش لأبريل، يعني it's less than a month، الإيطاليان government رجعت الشات جي بي تي تاني بعد حاجات حصلت احنا مش متأكدين من الديتيلز بتاعتها. حاولت ان انا افهم ايه الدنيا مشيت ازاي، الريجوليشنز طيب طلعت ايه. طب يعني انتوا عملتوا اناونسمنت ان احنا هنعمل له بانينج، وعملتوا اناونسمنت ان احنا خلاص وير باك، طب ايه اللي حصل تو جات يو باك؟ ما كانش كبير بالنسبه لي خالص اي حاجه في القرايه. طيب في ماي بدا الشات جي بي تي اي او اس اب بينزل عند كل الناس، واتس فري. وبعد كده في ماي بداوا يعملوا اوفر سايت على الاي اي، وهنتكلم كتير عن الاوفر سايت ده بيعملوه ازاي وامتى مع التغييرات الكتيره دي، ايه الريجوليشنز اللي قايمه عليها الاوفر سايت. وبعد كده بدا بينج يعمل شات جي بي تي ويب براوزنج، يعني انا قلت له ان انا ام مايكروسوفت يوزر، ما اعرفش ليه دايما بروح لجوجل بيديني ريزلتس، يعني بتبقى مور فروت في ليا، ما كنتش بستخدم بينج ده خالص. قلت له ان انا سنين مع مايكروسوفت، بس بدخل جوه مايكروسوفت وجوجل برضه. literally I do not Google anymore، لأن دلوقتي البينج براوزر ده بقى عالمي. حوالي حضراتكم دلوقتي يعني الكوبايلوت ده من على البينج براوزر. بعد كده في ماي برضو عملوا يوسج سيرفي ثرو الشات جي بي تي. وفاينلي بعد كده جينا في جون، can we move to the other slide please؟ Hello؟ Yes. جينا في جون علشان نشتكي من الترافيك، خلاص الدنيا بقت very very crowded باليوز بتاع الـ generative AI chatbots. ما هو الحقيقة يعني unbound الـ updated data كانت لغاية جون 1، مش عارفة احنا دلوقتي لغاية ديسمبر حصل ايه اكتر من كده. بوري لحضراتكم المشهد ده لان انا بتحرك في الشهر 5 6 حركات، بتحرك ما بين شهور حاجات كانت بتحصل في سنين، فيعني الدنيا البيس سريع جدا جدا جدا، بس البيس ده كله عمال يتحرك. وهو احنا هنا في يا اما قاعدين على الموبايل، يا اما بنتكلم في الاغاني اللي بتطلع بصوت ام كلثوم وهي بتاعت عمرو دياب، او يعني مش عارفه اقول حاجه، يعني داون تو ايرث في الفيلد الاكاديميك فيلد. كنت بدور البيس بتاع التشينج والبيس بتاع السيرش والبيس بتاع اليوسج قد البيس بتاع اللونش، لا ما كانش خالص من وجهه نظري صغيره جدا، ما كانش البيس ده موافق للبيس ده خالص. طيب البيس ده مش موافق للبيس ده، وبيحصل كده اناونسمنتس، تكتشف مثلا المدارس في الصين في 60,000 مدرسه دلوقتي fully working بالجنريتيف اي اي، 60,000 من نوفمبر 2022 لنوفمبر 2023، الدنيا في سنه عملوا 60,000 مدرسه fully integrated. طيب في اليو اس هم عاملين لنفسهم بلان خلاص set و under implementation، انه by 2025 70% من الجامعات بتاعتهم هتبقى fully integrating ال AI. طب ده جميل جدا، ده كله بيحصل حوالينا واحنا لسه بنشوف الشات جي بي تي بيعمل ايه. طب معلش ممكن تخليني في السلايد اللي قبل كده ثواني اللي ارجع انا. طيب الريسك بالنسبه لي بقى انه الريسيرش بيقول انه الاندستري اللي بتادابت الاي اي، الاندستريز اللي بتادابت الاي اي ده في شغلهم بتبقى mainly related ل how strong ال qualifications بتاعتهم digitally are، يعني الناس اللي عندها digital skills بتأدبت ده easier، الناس اللي مش عندها digital skills أو technical skills الأدابشن ده percentage بتاعته بتقل.
فاكوردنجلي الجراف اللي حضراتكم شايفين ده، ده الهاي ادابشن والميديوم ادابشن واللو ادابشن. الاديوكيترز لقيتهم تحت في اللو، ودول الاديوكيترز دول هم اللي بيخرجوا للاذر اندستري، للاذر اندستريز البرودكت اللي هم بيشتغلوا بيه. فالاذر اندستريز اصلا هتستراجل، لان البرودكت اللي خارج اصلا في اللو ادابشن. دي كانت بالنسبه لي برضو يعني another danger sign. طيب احنا دلوقتي currently as educators، معلش can we move another slide please. hello hello can we move the slide please. طيب انا هقول until they move the slide، لا another slide، the following slide please. احنا قاعدين دلوقتي in four groups whether احنا we like it or we do not like it. في جروب عندهم access to the AI, understand it, we use it properly. الجروب ده احنا مش قلقانين عليه، احنا بنشكره ان هو وصل لغايه البوينت دي، وبنترجاه never يعني to never stop. علشان we need، بصوا يا جماعه معلش عشان خاطري، انا لما يعني هعمل لحضراتكم كده we can flip the slides، بس انا دلوقتي محتاجه the previous slide. الجروب الاولاني اللي هم عندهم اكسس للاي اي، هم فاهمينه، هم بيستخدموه، واحنا عايزينهم يكملوا علشان هم دلوقتي ار اور ليدرز في الـ في الباث واي ده. في جروب تاني عندهم اكسس للاي اي، هم فاهمين بس هم مش بيستعملوه، يعني فاهمين ان في اي اي وفي موضوع وفي كده، بس هم لسه ما نزلش داون تو ايرث للامبلمنتيشن او للدي تو دي اوبريشن عندهم. في جروب تالت عندهم اكسس للاي اي بس مش فاهمينه اصلا، يعني انا عندي اكسس، هو موجود على الكمبيوتر، انا مايكروسوفت يوزر ولا هو افيلبل وفري وعلى ابل موبايل، بس انا اي دو نوت اندرستاند اصلا اعمل بيه ايه ولا استخدمه ازاي. الجروب الرابع ما عندهمش اصلا اكسس للاي اي اب تو البوينت اللي انا بكلم حضراتكم فيه. السلايد اللي هي لسه مظهره لنا على السكرين دي كان فيها لايك كده ابل علشان ندخل نانسر ذا كويستشنز ونشوف احنا فين، احنا في انهي جروب، او النمبر اوف بيبل اللي في الجروب الاولاني قد ايه، والجروب الثاني قد ايه، والثالث قد ايه، والرابع قد ايه. ان شاء الله يعني يعني ام لاكي السلايد ما جاتش، اي ويش ان يبقى فيه رقم كبير في الجروب الاولاني. طيب هموف اون بقى، هنروح دلوقتي للجيرني، كويك جيرني كده. انا مش بتكلم تكنيكال فويس، انا بتكلم بباك جراوند حد بتاع انجلش وبتاع ماث وساينس وفيزيكس، وبدي في الكليات وات ايفر السبجكت بتاعتي. فانا مش كمبيوتر ساينس، ام نوت اوف كمبيوتر ساينس باك جراوند. وحتى بكلم التكنيكال بيبل اللي معانا واللي بيسمعوني باللينجوج بتاعتنا، علشان ده maybe يعني can be used like a guide، هم ايه اللي محتاجين يوصلوا لهم. هقول ايه هو الاي اي in education، و هديفاين الاي اي من very academic يعني very untechnical point of view او very untechnical understanding. هقول ازاي انا شايفه اللاندسكيب بتاع الاديوكيشن is transformed. هقول احنا انا لقيته فين في teaching and learning over the years over this year، يعني من ساعه نوفمبر 2022 كده ايه اللي بيظهر لي. وهقول ايه challenges اللي اتعرضنا لها في السنه دي و some future insights. طيب خلينا نقول الديفينيشن اللي موجود على الجوجل وعلى البينج وعلى كده عن الاي اي من نون تكنيكال بوينت اوف فيو، لا هتكلم في الجوريزم ولا في كمبيوتر لانجوج ولا اي حاجه. هو عباره عن سيت اوف كمبيوتر بروجرامز، بروجرام بتاع كمبيوتر بيخلي الكمبيوترز دي بتبروسس ذا سيم واي لايك هيومن بينج، as if ان انا I have a human being mind. يعني if I can say ان الكمبيوتر ده is a human being mimicking a computer like a human being, ال AI is the mind of the computer. بتخلي الماشين دي ي analyze ال data و understand ال language، ال language اللي احنا بنتكلمها دي بيفهم زي ما احنا ال human being بيفهم. It can learn و it can respond can لأني questions أو whatever اللي prompt إحنا هنديه. طيب
ده يعني معنى كده ان انا بتكلم مع الكمبيوتر، it's like a metaphor to the human being، والبرين بتاعه is the AI. Let me go through some words او vocabulary words لقيتها بقت جديده، دخلت عليا العالم بتاعي من نوفمبر 22 لنوفمبر 23، لان هي دي لما بفتح بلاقيها وبقرا ببقى عايزه افهم what do they mean exactly these words. بوت، البوت ده they mean a robot. It's a very short term to the word robot. الأكرونيم GPT stands for Generative Pre-trained Transformer. Generative هو بيطلع texts وفيديوز وفوتوز وكده. Pre-trained حاجة عظيمة جدا إن هو لازم أنا اللي أعمله training. Transformer يعني بياخد الـ input اللي أنا بديهوله علشان يطلعه لي output. This is الجي بي تي simply. الديب ليرنينج دي هم بيبقوا عايزين يقولوا لنا انه ده كان اندرستاند وكلاسيفاي. الكلاسيفاينج ده بيديني الكونسبت بتاع الديب ليرنينج، هو it does not only understand, it can understand and classify. The word generative means no can produce. جنريتيف يعني بيخرج، مش بس هيقدر يكلاسيفاي ليا ولا هايلايت داتا او هيروح يجيب من حته، لا it can produce itself like a human being. The word prompt هي الكلام اللي انا بتكلم بيه الكمبيوتر، ما انا خلاص دلوقتي بتعامل مع بعض او مع كمبيوتر مع اله، فاللانجوج اللي انا الكلام اللي انا بكتبه للاله دي اسمه prompt. الكويستشن اللي هكتبه او الريكوست اللي هطلبه اسمه برومبت، بيسموه هما بيتعاملوا معاه under the title of prompt. البرومبت انجينيرنج ده حاجه عالميه جدا بصراحه، مبسوطه انا بيها جدا. المفروض ان انا I'm human being, I'm talking to a machine. ف ايه اللي يخليني متاكده اني هجد البست outcome من الماشين؟ unless ان انا اقول very accurate input او اتكلم I use very accurate prompt. البرومبت انجينيرنج ده بالسمبلست ان تكنيكال واي هو الهلب بتاع الماشين، انا بطلب من الكمبيوتر يديني البرومبت اللي اكتبه للاي اي. هم تو ماشينز بيفهموا بعض اكتر مني، انا بتعامل مع الماشين، فانا بسال الماشين ايه البست لانجوج او البست انبوت اللي انا احطه للماشين علشان اخد البست اوتبوت بتاعي. طيب these are the main words اللي انا كنت بلاقيها طول ما بقرا، فحسيت ان I need more to يبقى عندي deep understanding to these words in order to be able to follow up what's going on with these words. طيب in برضه the simplest way. القصه قصه input. ال input ده انا ال human being اللي بحطه علشان يحصل some patterns, some relationships جوه ال machine accordingly يدوني الاوتبوت او as a sort of او form of response للquestion بتاعي. اجمل حاجه في الدنيا ان هو it's never اللي بيقول لك بقى هو الاله سمارتر ولا الهيومن بينج سمارتر ولا كده، هو it doesn't get smarter، هو it's like a stone للورد نولج. في شويه كتب، في شويه data، في شويه اي حاجه موجوده في العالم هو storing it. ف this is the store. الستور ده بيعمل كايند اوف لينكينج للديتا دي والريليشن شيبس دي عشان يطلع الاوتكم بتاعنا. طيب هل هو يقدر يفانكشن من غيري؟ نيفر، لان هو مين اللي بيحط اصلا الانبوت؟ اتس ستيل ذا هيومن بينج. طيب شكله بقى ظهر ازاي في الاديوكيشن؟ ايه اللي حصل؟ احنا كده كنا اديوكيترز وهم الناس بتوع الكمبيوتر ساينس عاملين يطلعوا حاجات ويعلنوا عن حاجات ويعملوا. هو كان تشات جي بي تي 0 وبعد كده بقى 3 وبعد كده بقى 4 والموضوع عمال يكبر والدنيا عماله تزيد وكل شويه يأدوا مور فيتشرز وكده. I'm not a technical person و I'm not interested ان انا ابقى فولو الاوبشن التكنيكال اوبشنز الورقه دي. But الحاجات بدأت تظهر عندنا في الاديوكيشن in the form انا بقى عندي دلوقتي personal tutor. انا عندي اي حد في الكلاس او مش او في الباتش اللي انا بديله مش up to الليفل اللي احنا عايزينه to reach، مش هبقى بشتغل بقى وديفرنشيت واقول واقعد معاه واقابله. I can guide him to a personal tutor. طيب في كمان personal teaching assistant اللي هو زي اللي شغال معانا دلوقتي قاعد بياخد نوتس،
انا عندي كلاس وعندي اساينمنت لازم اقدمها، فانا لودد في الاساينمنت. I can ask the help of the personal teaching assistant or عندي homework for correction، عندي grading، عندي lessons to be prepared، عندي presentation زي اللي انا بعملها دلوقتي. I can ask the help of the teaching assistant. عندي درس خلصته والستودنتس اللي عندهم some questions they can ask the teaching assistant. في كمان ال language translator. انا كان كنت بس عايزه اقول البارت بتاع الادابتيف تكست بوكس، الكتاب ما بقاش زي زمان بس هو الكتاب كده. الكتاب ده انا ببقى فاتحاه على الكمبيوتر، الكمبيوتر الكوبايلوت حبيبي اللي هو بيبقى على اليمين الصغنن الازرق اللي انا بدخل اللوجو بتاعه ده، والبيج مفتوحه، كان سمرايز ذا بيج، كان كريت كويستشنز، can create photos, you visualize the page, can do whatever you need toward the page لو حضرتك مش فاهمها. can state it أصلاً even the same page بلانجوج for الكيندرجارتن وبلانجوج for primary students وبلانجوج for الuniversity students وهي هي نفس البيج. how can I communicate this page أو elicit أو display this page for different ages with different learning styles. عندي بعد كده ال language translator. It's an amazing work done في ال translation. عندي as a study guide. ال study guide ده يعني أنا بعد لما بحب شوية assessments هو بيقدر يتشك أنا إيه اللي محتاجاه ويعمل لي schedule ويديني more reading, he suggests more reading texts or more activities I do not know about علشان to perform the assessment بتاعتي the assessment results بتاعتي. ال diagnostics الحاجات دي specifically بقى في ال subjects اللي هي بتبقى cumulative like English like math like physics، الحاجات اللي هي بتبقى محتاجة foundation من زمان وأنا بفضل أذاكر كتير قوي وبدخل بس I do not score عالية علشان في foundation مش موجود. مين اللي بيعرف ال foundation؟ هو كان diagnose ال area دي فيها gap وبي ريكومند ليا سام اكتيفيتيز او سام ريدنجز او ريجاردلس هي ريكومند ايه علشان افل الجاب اللي هي الفاونديشن اللي هتالاو مي تو سكور باتر. يعني القصه بس كتير اللي انا عماله اطلعها لحضراتكم دي لان الناس اللي في الفيلد اوف اديوكيشن هيلاقوا ان هم بيشتغلوا if they are not دلوقتي making use of this هم they will be so far behind. He can answer questions. He can summarize whatever you need it to summarize. It can compose whatever حضرتك essay اسمها ايه دي speech text whatever you need a test whatever you need to compose. He composed the same lesson the different ages. He composed the same lesson the different learning styles. It can solve variety of questions. هو عمل قلمين اصلا في امريكا لانه طلع قال ان شات جي بي تي بيسكور في الاسسمنت بتاع الاس اي تي بيجت فيري هاي سكورز الهيومن بينج نفسه مش بيقدر يجد. وفاينلي كرييتنج كل حاجه بما فيها الكودز، يعني لو انا عايزه اعمل بروجرامنج لحاجه وام نوت اب تكنيكال او كمبيوتر ساينس باك جراوند it can help me with some codes انا بكتب له البرومبت وهو يطلع لي الكودز that I can use علشان اشتغل بيها. طيب علشان اتفقنا ان احنا نجو برضو down to earth ب examples مش ب theoretical speeches، يعني these are some examples من AI applications في ال field دلوقتي for any educator. If you're teaching English من أو kindergarten لغاية هيك ال courses بتاعت ال universities please use Duolingo و please advise your students to get Duolingo. It's free. It's amazing. It's like الجيمز اللي الولاد قاعدين بيلعبوها على الموبايلز وعلى التابلتس. احنا if we can engage them instead of staying مع الجيمز for this long time, staying مع their AI friend or bot all the way or some of the time, و accordingly develop their skills, ده هيبقى رائع. أجمل ما في الدنيا إنه الناس دلوقتي كلها ما بقاش معاها فلوس. ده مش معناه انا مش هخلي ولادي يتعلموا انجلش كويس، مش هخلي ولادي تو امبروف الماث وات ايفر سكيلز. لا ده مجال
the AI will go through a learning journey مع their robot friend without a teacher, without paying money. عندنا كمان بوتن برضو adaptive platform بيعمل analyzing لل learners data as a teacher. أن كان حضرتك درس في إيه؟ لأنهي أعمار ولأنهي مادة؟ Without data analysis, you wouldn't be able to make informative decisions in order to guide your students, in order to choose a content that can be used for the next step. في amazing AI bot برضو اسمه Immersive Reader. We allow you to improve your comprehension skills وspecifically ال ADHD أو whatever يعني اللي هم ال special needs learners can use immersive reader لأنه it's very very useful for them لأنه they can understand or comprehend based على different paces whether low pace أو high pace. عندي بعد كده ال brainy ده is technically قوي قوي في الـ في الماث in specific math solving math problems و explaining how math problems they are being solved و the different ways مش we need just one learner style. في كمان Turnitin ده بيهلب ال researchers وال students يعني أغلب الطلبة بتوع الجامعة بيستخدموا Turnitin لأنه really it's really useful علشان to correct grammar mistakes و to check the plagiarism. عندنا كمان غير الشات جي بي تي في شركة تانية مطلعة several assistants like Anthropic assistant و Cloud و Alexa for education. في Anthropic helper و في ال Anthropic Chat GPT Research. This is يعني very very specialized university researchers أو even the researchers اللي بتبقى required over the education journey. في Copilot بحيث لو أنت دخلت على Microsoft Bing هتلاقي على اليمين بنفس يعني أنا الجيرني بتاعتي كتبت له قلت له ان انا I'm an educator و I'm preparing a presentation about ال benefits او ال اه ال benefits of AI in education. What should I include؟ بدأ يكتب لي include 1 2 3 4 السلايد الاولانيه حطي فيها كذا، السلايد الثانيه حطي فيها كذا and so on and so forth. و again because I'm a human being I got what I liked, what fits in, وعملته. و it modified some ideas, بس في النهاية it's me who did it. مش هو, it is a helper, it is a friend, it is a very, very knowledgeable friend to be with. These are very quick examples for teachers, trainers, please. هو الليست از اندلس ده علشان اقول هم دول انا جايبه ده علشان اقول they are there انا جايبه ده عشان اقول we need them جايبه ده علشان اقول if you are still asking a question should I go with the AI or not please go لان هو مفيش وقت please go اللي انت عايزه check feel free to fail to touch ما ينفعش لان هنبقى في ال danger هما بيتكلموا عنها we need to be confident we need to be aware علشان أعرف أقول أنا رايحة فين وأسافر الفيجن وأقول هنعملها إزاي وكده يعني بيتعمل إزاي ده أصلاً أو ده لو بيطلعوني دلوقتي هما they're not sure what is this please go and check لأنه المشكلة كلها إن leaders ما يبقوش أوائل
اهم حاجه عندي ان الليدرز يبقوا اوير، علشان هم they are the ones who are directing people. احنا عندنا استراتيجيك دايركشن وعندنا انسايتس على الناس، محتاجين ن understand ان في changes happening و to accept it و to move forward with it as a part of life. ما ينفعش نسيب ال change حاصل واحنا ماشيين في طريقنا، محتاجين نحط clear objectives و clear ways of improvement، علشان it's not about applying AI, it's about how AI will support my objectives, will help me produce objectives ب better quality, ب efficiency, ب up to date data. محتاجين ن evaluate ال current possibilities وال invest في ال resources وفي ال training بتاعنا وبتاع الناس اللي حوالينا. Training people, training people, training people, allowing risks، لأن هو لازم 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 ناخد الريسكس عشان نقدر نتعلم ونجرب ونورك ونجرب تاني ونأكسبت إن إحنا we are a little bit behind. محتاجين ن experiment. الكلام اللي عمال يطلع ده هما بيقولوا إن ده هايل، I can experiment one ما اكسبيرمنتش التاني، فممكن اسيب other person يتشك وفي النهايه need at the point ن reflect on this. We need to learn from failure along the way. هو حقيقي حقيقي ال big fat challenge for leaders بالنسبه لي مش التكنولوجي ولا البيس ولا الحاجات السريعه قوي اللي عماله تحصل، لان I highly believe in ourselves وان how hard we work، ولما بنحط قدامنا objective we achieve. هي الفكرة بس إن هو it's about the culture and the people، وإحنا دايما بنقول كيف time وعندنا change management وبنحاول نتعامل مع الناس بالراحة علشان to take them one step forward. هي التشالنج إن إحنا معانا الناس ولازم نتحرك بسرعة قوي، لأن البيس بيتحرك بسرعة قوي، ولازم لازم 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 we get this as a part of the culture، مش as an option في العربية. يعني هو خلاص ما بقاش ينفع هو يبقى option، لأن هو خلاص فرض نفسه as a part of the world culture. مش هكلم حضراتكم على ال future واقول لكم انا I'm expecting ان هو بعد كده مش بس هيبروديوس اللي بيقولوا عليه، ده هو هيبروديوس بنفسه. انا مش كاتبه ده، انا لقيته في حاجه من الحاجات اللي انا كنت بقراها، ومش كاتبه references لان الكوبايلوت هو اللي طلع لي كل الكلام ده. ما عملتش اي حاجه صعبه ولا تعبت خالص خالص خالص، هو بسال والكوبايلوت صديقي روبوت يجي. هو الريجيليشن الليجيسليشن بتاع الكلام ده، القوانين دي مين هيحكمها مع الفيري فيري فاست بيس؟ انا ما اعرفش ان ذا فيوتشر هي هيسيبوا الدنيا كده معنى كده ان سام التمان هيعمل اللي هو عايزه هيطلعه واحنا اكوردنج هنشتغل. ده هيأثر على الداتا سكيورتي بتاعتنا، هيأثر على البرايفسي. هل الداتا دي مش بايست؟ Are we sure ان الداتا دي is not biased؟ هل احنا will be sure ان اي حاجه هنرفعها لصديقي الروبوت هتفضل protected؟ يعني الايشو بتاع الليجيسليشن دي حاجه مهمه جدا needs يعني to be considered. هل ده هيأثر على التريننج اندستري في العالم؟ الناس بعد كده مش محتاجه تريننج ولا محتاجين احنا نسمع بعض، احنا وي كان جو مع الاي اي او مع صديقي روبوت هو هيساعدني. هل في الترناتيف ثانيه وشركات ثانيه هتطلع الترناتيفز لتشات جي بي تي؟ الدنيا ماشيه بسرعه قوي، محتاجين نلحق بسرعه جدا جدا. الكومبتنس والكومبتنس ده مش بيجي بأي حاجة في الدنيا غير بالday to day operation، مش بيجي لا كورس ولا حاجة بنسمعها، it's a day to day operation وده part من our culture part من our work operation. لازم زي ما بنسمع الفوركاست بتاع الوادر عشان نقرر هنلبس ايه النهارده، محتاجين ده يبقى part. الناس دي طلعت ايه تاني النهارده؟ is ايه في الفيلد بتاعي is getting down to earth inside the classroom or inside the educational field in general.
محتاجين نديسايد البيست تولز، لان هو there is no right answer و there is no wrong answer. It's about the best fitting in tool. احنا خلاص خارجين، خرجنا خلاص، اللي هو no one size fits all. خلاص احنا كنا دي كانت مشكلتنا، كنا بنحاول نتغلب عليها، بس احنا ما بقتش اني مور مشكله ما نبقاش في one size. الكو بايلوت واصحابه خرجنا من ال one size خالص. بقى دلوقتي choosing a size that fits me. For the leaders, please prepare your teams, prepare your teams, prepare your teams. Be around smart people. Feed in, feed in. لأن إحنا we need to feed in. We need to lead. ما نبقاش passive بنستقبل اللي بيجي لنا من بره. Always remember إنه leadership مش related الأوبجيكتيفز بس، إحنا بنتعامل مع برينز وهارتس وسولز وفايبس. فاللي جاي ده بيتعامل مع برينز وأوبجيكتيفز، كونسيدر الهارت والسول، لأن من وجهة نظر الويل بينج والستاتس والسكيلز وي will never ever be developed unless الناس تبقى comfortable مع البيس و get along. و finally I wish لو أي حد سمعنا النهارده ما كانش لسه عنده صديق روبوت اللي يحطه على شغله like mine اللي هو الكو بايلوت، you go and you get one. ومش معنى إن أنا مصاحبة النهارده الكو بايلوت إن هو هيفضل my only friend. I will get more and more friends over the way لأن هو it changes، لأن this is the only the only constant that is happening nowadays. Thank you. I love you all. I wish you all شكرا يا the دكتور. best. طبعا we thank you، بنشكر حضرتك على هذه المحاضرة الشيقة، وشكرا على انك شاركتي حاجات personal بتاعتك انت your own experience، وازاي انك ما شاء الله يعني قدرتي تجمعي كل المعلومات دي وتتابعي كل ده، وانت ما شاء الله شخصية cautious، يعني you are curious and cautious. انت كتبتي be cautious بس ما كتبتيش be curious، اوكي؟ وده صفة كتيرة من صفات الناس اللي هم بيطوروا نفسهم طول الوقت، ان هما بيبقوا كيوريوس، عايز يعرف الجديد، متابع، مش بيمشي ورا اي موضه او اي فاد، لا ان يو فيريفاي الحاجه والمعلومه اللي جايه لك. طبعا انا بشكرك، بس في حد بيسالك هل جميع هذه التطبيقات تتعامل مع المحتوى الموجود باللغه العربيه ولا العربي له تطبيقات اخرى؟ في تطبيقات بتشتغل باللغه العربيه. خليني اتفق مع حضرتك ان انا قلت من الاول ان هو بيورك بالايباد اللي محطوط في سم اي اي فريندز شغاله بالعربي، وحتى كمان حد من ضمن المقالات اللي انا بقراها حد دخل سالهم قال لهم هل يوم ممكن تحددني تاريخ يوم القيامه؟ فرد قال له تاريخ يوم القيامه مش من ما نقدرش ان احنا نحدده، وجاب له الايات من القران ومن الانجيل اللي بتقول ان احنا مش بنقدر نحدد الديت ده. سامحوني ان انا مش قادره سبيسيفاي which is working in Arabic بس، لان انا مش يوجوالي مش بستخدم العربي، سامحوني. لكن some of them yes some of them is working in Arabic. تمام، حلو جدا. وهو على فكره عارف بالكو بايلوت دلوقتي، بس انا عشان خاطر الوقت، لو هو فتح الكو بايلوت رايت ناو وكتب قال له which AI can serve in Arabic هيديله اسمائهم كلهم بكليك اوف ا بتن. طب كو بايلوت ده فور فري ولا حاجة بتعملي عليه سبسكريبشن؟ لا بصي حاجه فور فري، انا بس معايا المايكروسوفت 365 ريجستريشن اللي هو بيتجدد بالسنه ده. ما كل الناس حضرتك لو عندها عندك ده، كل الناس عندها ده، لأن كل الناس في شركاتها عندها ده. خلاص هو هتلاقيها على اليمين نفس اللوجو اللي انا حطاه على اول برزنتيشن، هي زرقاء كده، يكليك اللوجو ده، اللوجو ده هيكتب له كوبايلوت، هيفتح له كده ويندو اوف 3 كويستشنز، هو عايز كويستشن ولا عايز كومبوزينج، مش فاكره الثالثه كانت ايه، وهيختار. حتى لما بيجي الكويستشن بيفور اسكينج ذا كويستشن بيساله انت عايز كرييتيف انسر ولا عايز بريسايز انسر ولا عايز مش فاكره برضه الثالثه ايه، هيسأله 3 types of answers. اوكي، تمام. وأجين الكوبايلوت ده is just one example. Just one personal example.
في بس لوت هو اوف حضرتك الكوبايلوت اللي انت استخدمتيه سالتيه اسئله وجاوبك، ما خليتيهوش هو يعمل لك البرزنتيشن، عشان انت ما تتخيلش ان هو اللي عمل لك البرزنتيشن. لا هو بصي حضرتك في الكوبايلوت سجستشنز ان هو يعمل لي برزنتيشن، بس بصي حضرتك يعني هي ديبندز تاني على الاشخاص. انا شخص لما بتكلم على حاجه لازم اكون انا اللي كاتباها، انا اللي عاملاها، عشان this is my mind I will speak it up. فاهماني؟ في ناس تانية ممكن تطلع وتعمل best presentation وهي واخداها جاهزه. فهماني حضرتك what I mean؟ طبعا انا بس بقول للناس هو ساعدك عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع، لازم يكون في كونتنت وكرياتيفيتي. حتى ما طبعا بتدخل على تشات جي بي تي، ما بتدخل على اي حاجه، هو مش هيديك حاجه كرياتيف الا ما انت تكون عارف تعمل ايه. ولما تحط له الانبوت اللي يقدر يخليه يعمل ده، طول ما احنا ليدنج بان احنا نحط الانبوت، وطول ما احنا ليدنج هو رايح فين وبيعمل ايه، وي كان تراك وين ات از دينجرس. لكن طول ما احنا ايه ليترال وش سايبينهم هم اكس، سايبين اكس من الدنيا من العالم يحط بس الانبوت، واحنا بس بنريسيف الاوتبوت، احنا ات ريسك، وي ار ات ريسك. طبعا طبعا. بس حضرتك ازاي بتقضي تشات جي بي تي بالتول دي بتاعة الكوبايلوت؟ ازاي؟ يعني الرانكينج، يعني بتستفيدي من ايه اكتر في ايه، بما انك بتستخدمي التو تولز؟ يعني لو الاودينس تسمحي تشاركي معانا يعني الفرق بين الكوبايلوت وتشات جي بي تي. ده اي اي اسيستنت وده اي اي اسيستنت، ده بيدي ردود وده بيدي ردود. باخد اللي بيعجبني، وموستلي الانسرز ما بتبقاش ده ديفرنت. اوكي يعني بيرفكت. انا على موبايلي حاطه نوفا، اتس ون اوف ذا تشات جي بي تي ابس اسمه نوفا، بيجيب other اوكي answers. يعني I recommend كمان، ده برضو personal recommendation، do not use only one. ليه بقول do not use only one؟ ال variety is too big. ليه أحط نفسي في حتة واحدة؟ ممكن تكون في حتة تانية is gaining more knowledge في التايمنج ده. بستخدم على الموبايل واحد، على التابلت واحد، على اللابتوب واحد. في برضو طيب اللي من هو التول دي فعلا وجهة نظر رائعة. في تولز برضو جديدة كانت برضو مايكروسوفت بتعمل عنها ادفرتايزنج، مثلا للايميلز حاجة اسمها مايسترو يساعدك على الايميلز وحاجات اخرى. يعني عايزين ناس تبقى فاهمة ان التولز دي ممكن يبقى بيرسونال اسيستنت، مايسترو على مايكروسوفت بيلخص لك الميل لو الميل طويل، بيجهز لك رد على الايميل. يعني في حاجات كتير مايكروسوفت وشركات كتير عشان تبقى يور اسيستنت تو هيلب يو. عارفه كمان حضرتك، اي تيتشر كان كرييت هيز اون ويب سايت دلوقتي بكليك اوف باتن. ايوه صح، في ويب سايتس بتطلع فعلا اي اي تقولي انت عايزه ايه، لسه 5 minutes بيكون طلع لك ويب سايت كامل حقيقي. وتحطي بقى عليه كل اللي انت عايزاه، تحطي عليه نوتس، تحطي عليه اسسمنتس، تحطي عليه اناونسمنتس، تحطي عليه وات ايفر، وستيل اتس يور اون ويب سايت واتس ا ريفرنس فور ذا ستودنتس. تحفه طبعا رائع. انا بشكر حضرتك بصراحه يعني، وثانك يو على الانفورماتيف سيشن. بعتذر للناس ان احنا بس يعني زدنا عن الوقت عن الساعة، بس I would like to thank you، وبشكر كل حضروا معانا. وفي الاخر بس بحب اقول للناس please don't fall in love with the technology من غير ما يكون عندك استراتيجي. انا دايما بقول للناس في الديجيتال ترانسفورميشن you have to have a strategy و technology. يعني بنشوف شركات كتير وناس كتير بي fall in love with the solution not with the problem، بيروح يشتري تكنولوجيز غالية جدا وما يحطش استراتيجي، فان اند اب اجينست ديجيتال ترانسفورميشن. احنا بنسمع من سي او اوز وسي اكس اوز وتوب مانجمنت شركات كتير وفي بيز بيقولوا احنا خلاص صرفنا على الديجيتال ترانسفورميشن وما نجحناش، او نجحنا او خلصنا. اتس نوت لايك ذات، يو نيد تو اديوكيت يور بيبل زي ما الدكتوره قالت، يو نيد تو ليرن. للاسف الحاجه اللي هي ترند النهارده بعدين هتبقى بيزك براكتس. يعني الكلام اللي احنا بنتكلمه ده هيبقى basic practice بعد كده، ان كل واحد يبقى عنده his own co-pilot بيساعده، بيكتب له الايميلز وبيساعده في تجهيز presentations. دي حاجة عادية وكل generations اللي طالعة كده. اوكي okay.
الحاجة الأخيرة برضو اللي أنا كنت عايزة أنوه عنها، إحنا عندنا ديجيتال ترانسفورميشن استراتيجي ورك شوب إن شاء الله قريب في شهر يناير. لو حب من حد من حضراتكم حابب يحضر معانا يشرفنا. عندنا تريننجز على الديتا أناليتكس، وعندنا بروجرامز على الباور بي أي والداشبورد والإي أي، والتوب مانجمنت ورك شوبس وإكزيكتيف بروجرامز. يعني في ناس كتير بتتواصل معانا عايزة تتطور، عايزة تساعد دير بيزنس، احنا موجودين كلنا نساعدكم. وثانك يو يا دكتور، والدكتور موجودة معانا ان شاء الله، واحنا بنشكرك وبنقدم لك سامبل يعني سيرتيفيكت اوف ابريشيشن على يور تايم اند يور ايفورت. Thank you, ما شاء thank الله you. فيري هاي كواليتي اوف بريباريشن ما شاء الله، فبنشكرك يعني، Thank نشكرك يا you, دكتور. thank you, باشمهندسة. It's really an honor to be a part of this يعني amazing institution. يا رب يا رب يعني تكبروا وتبقوا قد الدنيا، عشان احنا we highly need the enlightenment you are providing. ربنا والله يخليكم لينا. والله كتر خيرك، ده وسام على صدرنا الموضوع ده، لان فعلا doing webinars taking our personal time ان احنا share knowledge مع الناس دي اهم حاجة يعني، لان في الاخر في learning في education في وكلنا بنتعلم من بعض. وشكرا لك يا دكتور، احنا سعداء جدا بالتعرف Thank you. عليك ما It's شاء my الله، honor من and my افضل لافضل، pleasure. من افضل لافضل. شكرا يا دكتور، Thank you, Sam. Thank you. السلام عليكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيبين و هابي نيو يير. السلام Happy New عليكم. Year to you all. Thank you, حبيبتي. أشوف حضرتك على خير إن شاء الله. أهلا بكم. مع السلامة.